لأول مرة بعد 100 فيلم بتمثل دور حمات مرات ابنها الرائعة إلهام شاهين. معانا العريس والعروسة أمير شاهين ومنى جاب الله. قال الجمهورية عدوا حدود العالمية عم نفسها جنة. احساسك ايه وحماتك الهام شاهين يا منى؟ لا مفيش كده عشان احنا اوريدي مع بعض. لا يعني قالت لك مش حماتي هي، قلت لك انا لسه مش حما. كسرت ايد اخوكي صباع اخوك؟ عملتي ايه فيه؟ بعد الفرح باسبوع بالظبط. بس جايز ابقى خدي بالك. انا اصل والله ماليش دعوه خالص. وكلهم بيقولوا لي كده، انا مش عايز اقول لهم على الحقيقه. فجاه لقيت ايه ده بجد؟ اقول لها تعالي بقى انا عندي امير ابني بجد، الناس كانوا شاكين زمان، هاكد لهم الشك دلوقتي. متوتره جدا من التفاصيل دي. انا عندي شرط تتجوزوا في اسبوع. مش هتستنوا. هي موضبه البيت على مزاجها ولا على مزاجك؟ انا على طول معاكي. دور جديد لم يسبق ان قامت به من قبل، خارجه من السجن بعد 20 سنه، مواجهه لا مفر منها عشان يتكلموا عن المسكوت عنه. واحنا اللي حذرنا الحظ. ايوه انا مش عايزه اوجعهم، انا هتحمل الوجع لوحدي. اتنين ستات ورجل. لقيتيه فين يا بنتي؟ هو في رجاله لسه كده حلوه ومهمه. مفيش حاجه هقولها في الحلقه دي في اي شبهه مجامله لا سمح الله. نفسي اقولها الهام بس مكسوف. الواحد بيفضل عمره كله بيدور على حاجه عايزها. قول الي دلعني زي اصحابي كلهم بيقولوا الي. عروسه الوسط الفني ممكن. وجود الهام شاهين في اي عمل فني هو اضافه وشيء رائع جدا لصناع العمل وللمشاهد. جمهور جميل قوي مش معقول. انا بشكركم جدا.